الولايات المتحده او الحكومه العراقيه تحدد وتجزم بانه امريكا نجحت في ان تحيد العراق من والاعتداء غاشم من كيان الغاصب على العراق. وهناك ازدواجيه بالتعامل مع العراق، هناك حكومه وهناك فصائل مقاومه، فصائل المقاومه لا ما خائضه الى سيطره الحكومه حتى نقول دخلت الحكومه، انما هناك برساله من دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني الى الولايات المتحده والى اوروبا والى الدول الاقليميه تطلب منها الضغط على اسرائيل بعدم توسيع قاعده الصراع. لانه هسه لو تلاحظين انت هي لبنان ما عندها كانت مواجهه مع اسرائيل، ولكن قامت اسرائيل بتوجيه ضربات الى البنى التحتيه في لبنان. طيب اذا هي لا هناك مبدا للالتزام نقول بهذا الجانب من جانب اسرائيل. اضافه انه الرد الايراني للجمهوريه الاسلاميه كان رد قوي وساحق بحيث اعطى على مصداقيه الجمهوريه الاسلاميه في الدفاع عن امنها الوطني، يعني ما كانت هي السباقه في الضرب وانما كان هناك اعتداء من الكيان الغاصب على سياده الجمهوريه الاسلاميه مما تحتم سميت بضربه الرجع وليس ضربه اعتداء عليه. الاعتداء ده يحصل من قبل الكيان الغاصب باختيار قيادات المقاومه بتوسعه رقعه الصراع باهم ما موجود وخرق القانون الدولي والانساني عندما قامت بضرب البنى التحتيه والاطفال والشيوخ والمستشفيات اللي ذن محرم بالمعارك ان يكون هناك تجاوز عليها. نعم. اذا على اي مدى سوف نثق انه الكيان الغاصب راح يلتزم بما التزمت به امريكا، لا سيما انه قبل فتره صرح الرئيس الفرنسي ماكرون انه يجب عدم تزويد الكيان الغاصب بالسلاح. وكان هناك رد تجاوز على فرنسا للاسف، لم نلاحظ ايضا هناك تصريح لردع هذا الكلام اللي صار في فرنسا، وانما على العكس لاحظنا انه بايدن والولايات المتحده لا يزالان مستمران بتزويد هذا الكيان الغاصب بالاسلحه، والاسلحه اللي هي اسلحه قويه ومدمره. طيب لا سيما راح تشترك بالضربه المحتمله على الجمهوريه الاسلاميه. نعم. الجمهوريه الاسلاميه هي ليست بتماس مع الكيان الغاصب. إذا هناك فسحة من المعركة، فكيف سوف يتجنب العراق هذه الاعتداء؟ وكيف ستلتزم أمريكا باتفاقية استراتيجية اللي هي تقول لا تسمح بالاعتداء على العراق؟ لا سيما قبل أيام صدر الإعلان بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. نعم.